We played at Ali Stadium, Cairo Stadium. Playing in this stadium, our stadium. Which bet for you, and which one you prefer for the next game for the game against Wydad Casablanca? No, no, it's a political question. It's not a technical question. هو السؤال انت لعبت على استاد النيل الاهلي في استاد السلام ولعبت في استاد القاهره انهي افضل بالنسبه لك وانهي ملعب تتفضل تلعب عليه الماتش الجاي؟ فبيقول معلش ده سؤال سياسي نقلب على انهي ملعب ما اقدرش اقول لك انا بقى 8 ايام بس هنا. We've got a good management that will make a good decision. طبعا يكون في يعني اداره كويسه عشان ناخد قرار مظبوط في الماتش بتاعنا. انت تحب نلعب فين؟ انت رايك؟ is asking خلاص اوكي.